كبش أيوة حسينة. وغاد الهلال شلون نسعد فاطمة ها. إجا عاشور وهلالة أسود بالحزن مغمور حامل دمعته وعنده صور نحرين قضاء منحور وجفوف القمر عباس وظهر ابن النبي المكسور وضيعتها النسا والاطفال ومشيتهم وسط البروق مع هلال المصيبة تصير انواع الظلم والجوع اتحملها راس حسين فوق سنان وخمصر من ايدي مبتوع بعد كسرى واليها ضلاع بعد ذبحة بظهر عاشور وظلت فاطمة الزهراء تبجي والدمع مدروع ما راعى وشفى طه على نحراك يا نور النور ايش سووا حز نحراك دعم العور وبتش بها الفعل الأكواء إذا الحسين ها يوصيني ويوصيك بأمر ويلا أبياتكم ها ورحمة الله على هذا الشاعر ها يقول يا شيعتي نصب العزاء نوحوا علي أذبح ضامي شربت قطرة مية عطل ماتين واندبوني بدمع ساكن عطل ماتين واندبوني بدمع ساكن وابجوا على تعفيني قديم التراية إليكم ها إليكم يا شيعة تحملت هاي المصايب حتى حريمي تسلمت بالغادرية وأحسن زور ضريحي عقب موتي واندبوني ولمن شربت الماي يا شيعة اذكروني ترى متت عطشان ضامي ما سقوني تتحمل حز الشمر راسي وجبني ملتضية وما واحد الا انصاب من قبل بفجيعة لكن مصابي ما جرى مثل يا شيعة شفتوا احد ذبحا رسول الله وهو المعزى إذا دخل على بيت فاطمة يتراكض الحسن والحسين إليه يأخذ الحسن يلاطفه ويلاعبه ويقبله على فمه يأتي الحسين ويظن أن رسول الله سيصنع به كما صنع بالحسن رسول الله نعم يلاطفه يلاعبه يفاكه الحسين ولكن ما يقبل في فمه يا مؤمنها عجل وين أسألك وين
والله انت حل من الجلال ترحل غريب من البلد يا ابني يا بن خير الورى يا ابني ترى يومك صعب من جدك المدمع يصاب تبقى سليب على التراب مثلك أبد لا ما جرى اتأملها خوفي مرض كربلاء مكتوب لك في هالبلاء صدرك يصيبه حرملة صدرك أقابل ما درى يلا تأملها خوفي إذا حان الظهر بالعاشر الطغي يصار يصعد على صدرك شمار نحرك حبيبي ينحرى يلا أعيدها خوفي إذا حان الظهر بالعاشر الطغي يصار يصعد على صدرك شمار نحرك حبيبي ينحرى مدري شعدت لك شقال يا ظنوتي وانا الرسول تصعد على صدرك خيوط اذا هل حال الزهراء قبل رحيل الحسين لكن بعد رحيل الحسين شنو حالها ها اتأمل حال الزهراء يقول تمشي وتنطم بحسرة على ضلعين متكسرة تشوف حسين بالغبرة وجبدة مفطرة وينزف من حرة وجبدة مفطرة تصيح ولابس عصابة من المسمار منصابة فجعها حسين